أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، على آله الطيبين الطاهرين الكرمين. اللهم صل على محمد. وصلنا الكلام إلى المقالة الثانية من مقالات القسم الأول من أسس الفلسفة والمذهب الواقعي، أو أصول الفلسفة والمنهج الواقعي. قد قلنا بأن المقالات الست الأولى تتصل بنظرية المعرفة أو بفلسفة المعرفة، وسائر المقالات الأخرى تتصل بنظرية الوجود أو فلسفة الوجود. تحدثنا بعد التمهيد الذي استعرضه الشهيد مرتضى مطهري رضوان الله تعالى عليه، استعرضنا في المقالة الأولى هوية الفلسفة، وبينا الأغراض التي كان يبتغيها العلامة الطباطبائي من البحث حول هذا الموضوع، وميزنا بين الحاجات الغريزية الفطرية للفلسفة والحاجات المعرفية، ثم رصدنا حركة العلاقة أو شبكة العلاقة بين الفلسفة والعلوم، وكيف أن العلامة الطباطبائي أعطى أولاً القيامة للفلسفة، ثم منحها في المرحلة الثانية من البحث الاستقلال عن العلوم، ثم منحها في المرحلة الثالثة رتبة حاجة العلوم إليها، ثم منحها في المرتبة الرابعة رتبة حمايتها من النقد العلمي، أي أن الفلسفة لا يمكن أن يبلغها نقد سائر العلوم. وبينا الخريطة التي صار عليها العلامة الطباطبائي في هذا المضمار. طبعا أنا أؤكد على الإخوان أن كيفية عرضنا للمباحث، لاحظتم أنتم، سيختلف تماما عن كيفية عرض المصنف، لذلك عليكم أن تحاولوا نحاول أن ننظم الأفكار بطريقة قد لا تكون موجودة في الكتاب، بسبب أن الكتاب يعتمد أسلوب التعليق، وأسلوب التعليق قد لا يكون منظما أحيانا في عملية الهندسة العامة للبحث. المقالة الثانية التي سوف ندرسها اليوم أو نشرع بها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى تحت عنوان الفلسفة والسفسطة، أو المثال الواقعية والمثالية، أو الواقعية والمثالية. في هذا البحث سوف يتعرض العلامة الطباطبائي للمذهبين الأكبرين اللذين تمتاز الفلسفة بأحدهما عن الآخر. في المقالة الثانية الفلسفة أو السفسطة، سنشرع أولا بذكر مقدمة ضرورية جدا، سنميز فيها عدة مصطلحات، وبحثنا لن يكون مصطلحيا، وإنما سيكون بحثا تفكيكيا لمذاهب فلسفية. سنميز مصطلح السفسطة عن مصطلح الواقعية عن مصطلح المثالية. ما معنى هذه المصطلحات الثلاث؟ ومن ثم ما هي هذه المذاهب الثلاث الكبرى في تاريخ العقل الإنساني كمقدمة للشروع في جوهر البحث، أي للشروع في الانحياز للمدرسة الواقعية مقابل كل من المدرسة السفسطائية والمدرسة المثالية. نبدأ بالترتيب. السفسطة أو السفسطائية، وهي المذهب الذي عرف في القرن الخامس قبل الميلاد في بلاد اليونان، أقدم العصور الفلسفية الواصلة إلينا. نتحدث في موضوع السفسطة عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى تاريخ ظهور هذا المذهب، ملابسات ظهور المذهب السفسطائي في التاريخ اليوناني قبل الحكماء الثلاثة، أي قبل سقراط أفلاطون أرسطو، الذي حصل أنه قبل القرن الخامس للميلاد كان هناك بذور لاتجاهات فكرية طبيعية تتصل بمبدأ العالم في بلاد اليونان. هل الماء هو أصل العالم؟ هل الذرة هي أصل العالم؟ العالم مؤلف من ذرات؟ هل العالم ثابت؟ هل العالم متحرك؟ هل حقا الرجل يستحم من ماء النهر مرتين أو لا يستحم من ماء النهر مرتين؟ كما قالت الفلسفة التحولية، أي هل العالم فيه قرار وثبات كما يخيل إلينا بأعيننا الباصرة، أم هو عالم متحرك ومليء بالضجيج
كما يعبر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في تفسير سورة الحمد. في هذا السياق، أي سياق ظهور الجامعات، ظهور أكاديمية أثينا، ظهور العقل الفلسفي ببداياته الأولى أي بالبدايات الطبيعية لتحليل الكون، ظهرت اتجاهات مختلفة في بلاد اليونان. تعددت الاتجاهات، كثرت حتى بلغت حد التناقض. أنتم تعرفون أننا في التاريخ الفقهي الإسلامي في المذاهب الإسلامية السنية كثرت المذاهب حداً أن فرضت على العلماء أنفسهم أن يستعينوا بالسلطان لسد باب الاجتهاد. عندما تكثر الاتجاهات المتناقضة في مجتمع ما تترك آثاراً سلبية وتترك آثاراً اجتماعية، وأحياناً قد تكون آثارها إيجابية. الذي حصل في المجتمع اليوناني قبل القرن الخامس الميلادي أن كثرت الآراء والأفكار الفلسفية ذات الطابع البدائي، أي لم تكن تلك الأفكار أفكار ناضجة بعد، بل كان الفكر الفلسفي قبل الحكماء الثلاثة ما زال في طور البداية. وعندما تكون الأفكار في طور البداية من الطبيعي أن تكون ضعيفة، ومن الطبيعي أن تكون متكثرة، لأن الأمور لا تبدو واضحة لدى المفكرين. في هذا السياق تكثرت المذاهب والأفكار الفلسفية، وتكثرت المذاهب والأفكار في مجال علم الطبيعة. هذا عنصر حصل. الأمر الثاني الذي حصل في القرن الخامس قبل الميلاد وما قبله أيضا، أنه حصلت اهتزازات مالية في بلاد اليونان، صار في ضوئها منازعات قضائية كثيرة. صار في أزمة مالية شبيهة بالأزمة المالية التي سبقت الحرب العالمية الثانية إذا جاز التعبير. فصار في دعاوى قضائية كثيرة، نشط العمل القضائي في تلك البلاد في تلك الفترة. ظهور العمل القضائي الناشط بهذه الطريقة أدى إلى ظهور جيل المحامين. المحامين الذين كان يطلبهم المدعى عليهم لكي يترافعوا عنهم ولكي يأخذوا بحقهم، وكذلك يطلبهم طرف المدعي لكي يحصل لهم على مطالبهم. جيل المحامين أدى إلى ذهنية جديدة في بلاد اليونان، لأن المحامي أي الوكيل بالتعبير الفارسي، محامي الدفاع، يقوم عادة ببذل قصارى جهده للاحتيال على القانون. شيئا فشيئا شعر هؤلاء المحامون أنهم تورطوا في منهجين خطيرين للاستدلال. المنهج الأول كان المنهج الجدلي، أي أن هدفهم الأول والأخير كان عبارة عن تسكيت الطرف الآخر وربح الدعوة. والمنهج الثاني كان المنهج المغالطة، أي أن هدفهم في نهاية المطاف كان محاولة اختراع أدلة منطقية تقوم على التشويه والالتباس. ونحن نعرف أن أسلوب المغالطة من الأساليب الرائجة، فأنت في المقدمة الأولى مثلا تضع كلمة لها معنى، وفي المقدمة الثانية تضع كلمة أخرى لها نفس الكلمة لها معنى آخر، ثم تقوم باستنتاج النتيجة فتكون مغالطة. فتقول مثلا العين تجرح، وكل نبع عين فكل نبع يجرح. أنت هنا استعملت المشتركات اللفظية في القيام بمغالطة لكي تتوصل إلى موضوع ما هدفك منه فقط أن تفحم الخصم، هدفك منه فقط أن تأخذ منه القضية. رواج أسلوب المحاماة، رواج الحاجة إلى المحاماة، وحاجة المحامي إلى التلاعب بالقانون وبالألفاظ لكي يربح الدعوة لمصلحته، أدى إلى ظهور نمطين من الاستدلال سيطرا على العقل اليوناني. النمط الأول هو النمط الجدلي، والنمط الثاني هو النمط المغالطة. ظهور فن المحاماة، وفن المحاماة بالمناسبة هو أحد فنون الخطابة، لأن المحاماة كما يعبرون عنها في الاصطلاح المنطقي خطابة قضائية. المحاماة هو فن الخطابة القضائية. فإذا نحن الآن أمام ثلاث أساليب، أمام أسلوب الخطابة، وأمام أسلوب الجدل، وأمام أسلوب المغالطة.
راجت هذه الأساليب الثلاثة، ظهر جيل وجيلان وثلاثة أجيال، صار فن المحاماة مهنة يحترفها الإنسان. من الطبيعي في هذه الحال أن يأتي معلمو الجيل اللاحق ليعلموا المحاماة للجيل السابق، ليعلموا المحاماة للجيل اللاحق. فصار هناك فرقة معلمي الجدل والمغالطة والخطابة. ونحن نعرف كما درسنا في باب الصناعات الخمس في المنطق أن فن الجدل والخطابة والمغالطة فن لا يوصل إلى حقيقة، وإنما هدفه فقط تشويش الموقف أمام الطرف الآخر. إذن ليس هو بالفن الاستدلالي المنطقي السليم. سيطر هذا الوضع على المجتمع اليوناني في تلك الفترة. طيب جيد، ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه عندما كان معلمو الاستدلال يعلمون الخطابة ويعلمون الجدل ويعلمون المغالطة، بدأ تفكير جديد يظهر في الأجيال اللاحقة. ماذا يقول هذا التفكير؟ يقول: يا أخي، الحقيقة صنيعة إنسانية، أنا أصنع الحقيقة، أنا أصنع البطلان. الآن أنت صاحب المليون دولار، أنا الآن أثبت للمحكمة أنك لست بصاحبها. أنت لست بصاحب المليون دولار، أنا الآن قادر بهذه الأساليب الثلاثة أن أثبت للمحكمة أنك صاحب المليون. يعني أنا بإمكانياتي الشخصية أجعل الحق باطلا والباطل حقا. مرور أجيال في هذا المجال أدى إلى تكون ثقافة أن الحقيقة والبطلان، أن الصواب والخطأ صنيعة إنسانية صرفة، أنا أصنع الحق، أنا أصنع الباطل. إذن لا يوجد في الخارج حق ولا باطل، لا يوجد في الخارج حقيقة، كل ما هو موجود هو صناعتي أنا. أنا أثبت أن ألف تساوي باء، وبعد قليل يمكنني أيضا أن أثبت أن ألف لا تساوي باء، لأن منطق الجدل يؤمن لك مثل هذه النتائج، لأن منطق المغالطة قادر على أن يؤمن لك مثل هذه النتائج المتناقضة. شعرت النخب العلمية قبل الحكماء الثلاثة، شعرت بأن المنطق الاستدلالي، بأن مناهج التفكير هي مناهج لا تستطيع أن تؤمن سوى المتناقضات. إذن لا يوجد حقيقة، أنا أصنع الحقيقة وأنا أصنع البطلان. دخل المجتمع في سياق السفسطة، لأن السفسطة هي العقل الذي ينكر الواقع الخارجي، ينكر وجود حقائق، ويقول لا يوجد إلا ما أخترعه أنا، أنا صاحب الوجود وصاحب العدم، أنا الإله الحاكم في هذا الميدان. ويقال بأن جيل المعلمين هذا، وصار جيل بعد جيل، جيل المعلمين هذا أطلق على نفسه اسم صوفيست، والذي ترجم بالترجمة الصحيحة إلى اللغة العربية إلى السوفسطي وليس سوفسطائي، الذي ترجم إلى السوفسطي وليس سوفسطائي في الترجمة الدقيقة، وإن اشتهرت كلمة السوفسطائي والسوفسطائية، وإنما هي السوفسطية في الحقيقة ينبغي أن تكون، أطلقوا على أنفسهم اسم صوفيست، ويقصدون بهذا الإطلاق أنهم علماء وحكماء، لأن صوفيست تعني في اللغة اليونانية القديمة العالم والحكيم. إذن عندما تطلق هذه الجماعة على نفسها وسط النخب العلمية اسم العالم أو الحكيم، ثم تحتكر ثلاث وسائل للاستدلال، ثم تسيطر على جيل النخب في المجتمع اليوناني، ستكون النتيجة أن العلم يساوي ماذا؟ يساوي إنكار الواقع الخارجي وإنكار الحقيقة، وأن لا شيء خارج أذهاننا، ونحن نصنع الحق ونصنع الباطل. من هنا ظهرت التسمية، من هنا ظهرت التسمية. أبرز الشخصيات الذين عرفوا بالسفسطة في المجتمع اليوناني القديم شخصيتين. الشخصية الأولى بروتاغوراس، بروتاغوراس أو بالترجمة العربية أحيانا بروتاجوراس، وهذا كان يقول، عنده قاعدة مشهورة وهي نتيج طبيعي للجهود السفسطائية التي ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد، كان يقول: الإنسان مقياس كل شيء. لأن هذه الجملة تختصر لك العقلية السفسطائية في أنه لا يوجد مقياس خارجي، أنا الذي أصنع، أنا المقياس، خارج إطار ذاتي، خارج إطار ذهني، لا يوجد مقاييس، إذن أنا المقياس، أنا الحق وأنا الباطل. فالإنسان، إذن بروتاغوراس كان صاحب المقولة المشهورة: الإنسان هو مقياس كل شيء. ومن جملة أيضا الرجالات الكبار في المدرسة السوفسطائية
في العصر اليوناني غورغياس. غورغياس صاحب المقولات الثلاث المشهورة. أول مقولة: لا يوجد شيء. قال: لا يوجد شيء. ثاني مقولة: قال: إذا قبلنا جدلاً وأن هناك شيء ما موجود فلا يمكن معرفته. شوف رتب الصفصطة هذه. أولاً لا يوجد شيء، وإذا تنزلنا وقلنا بأنه يوجد شيء فهذا الشيء لا يمكن معرفته، وإذا تنزلنا وقلنا يمكن معرفة هذا الشيء الموجود فلا يمكن تعريفه للآخرين. إذن ثلاث معادلات صفصطائية عند غورغياس: لا يوجد شيء، وإن وجد فلا يعرف، وإن عرف فلا يعرف. هذه هي الذهنية التي ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد لينشأ في ضوئها ما سمي بالمذهب الصفصطائي، أي مذهب إنكار الحقائق الخارجية، مذهب إنكار الواقع، مذهب العبثية والعدمية واللاشيئية. استمر هذا الوضع، جاء سقراط وبدأ أوسع حرب شاملة مع الصفصطائيين، وسمى نفسه بالفيلسوف، فيلسوفست، ومعنى الفيلسوف محب الحكمة. واستطاع سقراط بأسلوبه الجدلي، الجدلي بمعنى الديالكتيكي، لأنه كان عنده أسلوب جدلي بمعنى غير هذا الأسلوب، كان عنده أسلوب جدلي استدراجي يقوم على منطق الاستدراج، وقد استخدم هذا الأسلوب بعده أفلاطون أيضا، وكان يستخدم فيه أسلوب الأسئلة، يسألك سؤالا فتجيب أنت، ففي ضوء إجابتك، هذه الطريقة كان سقراط وأفلاطون، يسألك سؤال فتجيب أنت، ثم في ضوء جوابك يسألك سؤال ثاني فتجيب، ثم في ضوء جوابك ثاني يسألك سؤال ثالث، إلى أن يسألك السؤال الذي ستجيب فيه أنت برأيه. وكان يسمى ذلك بالديالكتيك بالاصطلاح القديم، بالاصطلاح القديم ليس بالاصطلاح المادية الديالكتيكية، بالاصطلاح، وسيأتي معنا إن شاء الله بحث الديالكتيك والمصطلحات أو المراحل التاريخية التي مر بها هذا المصطلح. إذن سقراط بأسلوبه هذا استطاع أن يفهم الكثير من الصفصطائيين، ثم سمى نفسه بمحب الحكمة، فيلسوف أي محب الحكمة. ويقال إن السبب في تسمية نفسه بهذا الاسم ثلاث أسباب. أول سبب تواضعه، فقد كان سقراط صاحب نزعة أخلاقية، وهو من رواد النزعة الأخلاقية في العصر اليوناني، وعنده كتاب الأخلاق المعروف. فمن تواضعه قال: أنا لست حكيما أو متألها أو عالما، أنا محب الحكمة ومحب العلم. والسبب الثاني في تسمية نفسه بهذا الاسم أن ينأى بنفسه عن الصفصطائيين، يعني يقول: أنا لست من هؤلاء، أيها الناس لا تظنوني بأنني عندما أستخدم أسلوب الفكر والنقاش والبحث فإنني جزء من أولئك الصفصطائيين، أنا أنأى بنفسي عنهم، أنا أخترع لنفسي اسما آخر اسمه محب الحكمة وليس الحكيم، هم سموا نفسهم حكيم، أنا محب الحكمة. هذا السبب الثاني. والسبب الثالث الذي يذكره مؤرخو الفلسفة هو أنه أراد أن يعرض بهم، يعني كأنما يريد أن يقول لهم: أنا سقراط الذي هزمتكم، أنا أسمي نفسي محب الحكمة، فكيف أنتم تتسمون بالحكيم والعالم سوفيست؟ فإذا يقول مؤرخو الفلسفة بأن سقراط أطلق على نفسه هذا الاسم لهذه الأغراض الثلاثة: لتواضعه ناتج عن نزعته الأخلاقية المعروفة، وهو بالمناسبة قضى حياته شهيدا في سبيل الحقيقة. اثنين، لتعريضه بالصفصطائيين في أنهم سموا أنفسهم سوفيست أي العالم والحكيم، وهو الذي هزمهم يقول: أنا لا أرقى إلى مستوى العالم والحكيم فأنتم مدعون. ثالثا، للنأي بنفسه عنهم وليقول: أنا لست من هؤلاء، فلا يحسبني أحد من النخب العلمية في اليونان أني واحد من هذه المجموعة، أنا غير هؤلاء إطلاقا. هذا الذي جاء مع سقراط استمر مع أفلاطون، وصل في أوجه مع أرسطو. أرسطو ماذا فعل؟ أرسطو وضع المنطق. شوف أنت الآن ملابسات وضع المنطق، ليش وضع أرسطو المنطق؟ الآن سيتضح لك السبب التاريخي الذي دفع أرسطو لوضع المنطق. نحن درسنا في المنطق هيئة القياس ومادة القياس، وفي مواد القياس تحدثنا كما درسنا في الجزء الثالث من المنطق المضفر، تحدثنا عن الصناعات الخمس، وقلنا الصناعات الخمس هي صناعة البرهان والشعر والجدل والخطابة والمغالطة. الصفصطائيون ماذا استخدموا في كمنهج للتفكير الذي سيطر على بلاد اليونان؟ استخدموا الخطابة، واستخدموا أيضا الجدل، واستخدموا أيضا المغالطة.
جاء أرسطو ليضع منهج التفكير الصحيح، فجاء بالبرهان الذي مادته يقينية وصورته هي صورة القياس، أي جاء بالقياس. لماذا اضطر أرسطو ليأتي بالقياس؟ اضطر أرسطو ليأتي بالقياس لكي يكشف التمييز الحقيقي بين مناهج البحث السفسطائي القائم على المغالطة والجدل والخطابة وأمثالها، وبين مناهج البحث العلمي الحقيقي القائم على البرهان الذي مواده يقينية وصورته هي القياس. لذلك اضطر أرسطو اضطرارا لوضع المنطق. بوضعه المنطق ميز الأمور عن بعضها، بوضعه المنطق فصل مناهج الاستدلال السفسطائية عن مناهج الاستدلال العلمية، واستطاع بشكل معرفي أن يضع طريقين مختلفين في التفكير، ويقول بأن الطريق الصحيح للمعرفة هو عبارة عن قياس في الصورة والبرهان في المادة، البرهان المؤلف من صورة القياس ومادة اليقينيات. إذن بهذه الطريقة قضي على السفسطائيين. النتيجة التي أفرزها جيل الحكماء الثلاثة، إذن نحن الآن مرينا أول شيء بمرحلة ما قبل السفسطائيين بذور من الأفكار المتناقضة، إجا جيل السفسطائيين لكي يثير الغبار والفوضى أمام المعرفة، ويأتي لينكر وجود مقياس حقيقي في الواقع الخارجي، بل وجود واقع خارجي. جاء جيل الحكماء الثلاثة في القرن الرابع قبل الميلاد، سقراط أفلاطون أرسطو، ليبلغ أوجه مع أرسطو وليحسم المعركة لصالح حذف التيار السفسطائي. فما الذي نتج عن مجيء الحكماء الثلاثة؟ أولا أعيد الاعتبار للواقع مقابل المدرسة السفسطائية التي أنكرت الواقع، هذا أول هدف تم تحقيقه عند الحكماء الثلاثة. ثاني هدف وضع معايير للتفكير الصحيح والسقيم، مميزا بين مناهج تفكير السفسطائيين ومناهج تفكير العقلانيين أي المدرسة الأرسطية. ثالثا أعادت الفلسفة الأرسطية ومن قبلها الفلسفة الأفلاطونية والسقراطية أعادت الاعتبار للمعرفة، وقال بأن المعرفة الحسية ذات قيمة والمعرفة العقلية أيضا ذات قيمة. إذن ثلاث أهداف كبرى حققتها مدرسة الحكماء الثلاثة: إعادة الاعتبار للواقع مقابل إنكار الواقع، إعادة الاعتبار لمناهج التفكير السليم مقابل فوضى التفكير غير السليم الذي عاشه اليونان، عاشته بلاد اليونان مع السفسطائيين، وإعادة الاعتبار والقيمة للمعرفة الحسية والعقلية معا مقابل إنكار السفسطائيين إمكان المعرفة، وهي القاعدة الثانية من قواعد غورغياس أنه إذا وجد لا يعرف. فإحنا الآن نقول بأن بمناهج البحث الأرسطي إذا وجد يعرف، ويعرف بالحس ويعرف بالعقل أيضا. انتهى جيل الحكماء الثلاثة. بعد جيل الحكماء الثلاثة جاء الشراح، شراح مدرسة الحكماء الثلاثة الذين أضافوا وشرحوا ووسعوا فكر أفلاطون وفكر أرسطو وفكر سقراط. لكن من ثنايا الشراح ظهر الجيل الثالث. إذن الجيل السفسطائي كأجيال كبرى نتكلم، جيل الحكماء الثلاثة، الجيل الثالث. ما هو الجيل الثالث؟ هو الجيل الفيلسوف اليوناني بيرون. بيرون ماذا قال؟ قال أنا وسطي على طريقة الاعتدال العربي، قال أنا من الوسطيين المعتدلين، أنا لست سفسطائيا ولست أرسطيا، أنا لست مع السفسطة ولا مع أرسطو، أنا أختلف معهما عنهما معا. كيف؟ قال أنا أقول أشك في إمكانية المعرفة فقط. السفسطائي ينكر الواقع الخارجي، العقلي جماعة حكماء الثلاثة يؤمن بالواقع الخارجي. بيرون قال أنا لا أنكر ولا أؤمن، أنا أشك. إذا جيت قلت لي هل أنت تنكر الواقع الخارجي وأنت سفسطائي، أقول لك أنا لست سفسطائيا، أنا فقط أشك. وإذا جئت وقلت لي أنت من جماعة الحكماء الثلاثة أي من أنصار المدرسة العقلية الأرسطية، أقول لك لا، أنا لا أؤمن بالواقع الخارجي. فإذا أنا وسط بين الإيمان والإنكار، لا أنا بمؤمن بواقع خارجي كالأرسطيين، ولا أنا بمنكر للواقع الخارجي كالسفسطائيين. فأنا مذهب الشك، وسمي هذا بمذهب الشك القديم تمييزا له عن مذهب الشك الحديث الذي ظهر في أوروبا في بدايات عصر النهضة، سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. كما أطلق على هؤلاء اسم المذهب اللا أدري أو اللا أدريين، كتعبير عن أن جوابهم هو أننا لا ندري لا نعرف. قال بيرون إنني لا أقول يوجد واقع ولا أقول لا يوجد واقع. ليش تقول هذا يا بيرون؟ قال عندي 10 أدلة.
وساق ما عرف بالشبهات العشر عند بيرون. عشر شبهات، احدها انا ما بدنا نستفيض فيها اصلا، هو ما متعرض لها، كثير منها ما متعرض العلامه ولا الشهيد مطهري. احدها تناقض الحواس، هذا سياتي بحثه مفصلا في مناقشه المثاليين، مناقشه جورج باريكلي. احدها تناقض الحواس. يا اخي انت الان جيب ثلاث اواني، جيب ثلاث جاطات بالتعبير، ها انيه هنا فيها ماء بارد، وانيه هنا فيها ماء حار، وانيه هنا فيها ماء فاتر دافئ. ضع يدك اليمنى في الماء البارد جدا، وضع يدك اليسرى في الماء الحار جدا، ثم ارفع اليدين وضعهما معا في الماء الدافئ. ستقول لك هذه اليد ان هذا الماء حار لانها كانت بارده، وستقول لك هذه اليد ان هذا الماء بارد لانها كانت في الماء الحار. اذا الحواس متناقضه، اذا لا امكانيه للمعرفه الحسيه. هذه على مستوى المعرفه الحسيه، تناقض الحواس احد مستندات بيرون لانكار امكانيه المعرفه، سد باب العلم. ثانيا قال منهج ارسطو باطل، بدا بشن الهجوم على اقيسه ارسطو، وقال انما جاء به ارسطو من مناهج لحسم النزاع غير صحيح. العقل ايضا يخطئ. ارسطو جاء وقال اذا استخدمتم قواعدي تصلون الى النتيجه، نحن نقول له قواعدك هذه اولا لا ضمان لصحه استخدامها، شكك في القواعد المنطقيه التي جاء بها ارسطو. شبيه ما حصل، شوف لاحظ نفس الشيء، شبيه ما حصل في القرن الثامن عشر والتاسع عشر في اوروبا مع ما عرف بالمدرسه الوضعيه بوزيتيفيزم التي تزعمها اوغست كونت، ايضا شككوا في المنطق الارسطي وسددوا له الضربات. تشابه الاحداث بين ما قبل الميلاد وبين ما قبل العصر وبين العصر الحديث. اذا السوفسطائيين مرينا، الحكماء الثلاثة، ومدرسة الشك واللا أدرية مع بيرون اليوناني، وتوصلت هذه المدرسة إلى حل وسطي برأيها، لا نحن نجزم ولا نحن ننفي. وقد استمرت هذه المدرسة، استمر لها أنصار هنا وهناك في بلاد اليونان، ثم بعد ذلك في الإسكندرية حيث انتقلت الفلسفة إلى الإسكندرية، إلى تقريبا القرن الرابع الميلادي كان له أنصار بيرون، لأن في القرن الرابع والخامس الميلادي تغير وضع الفلسفة في الغرب كليا. هذا على مستوى تفكيك مصطلح السفسطة، تاريخه، ولادته، تسميته، رجالاته، الذين انتقدوه، وما حصل بعد انتقاد الحكماء الثلاثة. هذا المصطلح الأول. اليوم درسنا كله تمهيد مشايخنا الكرام، الدرس القادم هو بداية البحث. المصطلح الثاني المثالية، وهو من المصطلحات الملتبسة جدا في تاريخ الفلسفة. المثالية كلمة ترجع وتؤول إلى مصطلح يوناني إيداليزم، إيدا. الكلمة اليونانية إيدا تعني النموذج، الظاهر، لها عدة استخدامات، الشكل، النموذج، الظاهر، الشكل. إذن جذر الكلمة مشتق من الرؤية، ترى الظاهر، ترى النموذج، ترى الشكل. جميل. المثالية مصطلح استخدمه المدينون الديالكتيكيون، استخدموه بطريقة فوضوية على الأسف، على طريقتهم هم في الاستخدام الفوضوي. قالوا حتى أنهم وسعوا دائرة، جعلوا كانت مثالي، وجعلوا كل واحد ليس من الماديين مثاليا، كل من يؤمن بالغيب مثالي، أفلاطون مثالي، دون أن يميزوا تطورات المصطلح عبر العصور. الآن نحن سوف نعطي تطورين لهذا المصطلح، مصطلح المثالية في التاريخ الفلسفي، لنجد أن هذين التطورين متناقضين، فلا يصح استخدام كلمة المثالية في معنى واحد. الاستخدام الأول وهو الاستخدام الأفلاطوني، أفلاطون استخدم مصطلح المثالية للإشارة إلى ماذا؟ للإشارة إلى نظرية المثل الأفلاطونية. أفلاطون كما قلنا ربما بالدروس الماضية، قلنا بأنه كان يعتقد بأن هناك موجودات كلية وهناك أفراد للموجودات الكلية. نحن الإنسان الآن في فوق بالمثل، في عالم المثل فوق في إنسان عظيم، ونحن أفراد له، نحن الصورة لهذا الإنسان العظيم الماثل فوق اللي هو كلية الإنسان، ونحن الأفراد. الشجر في كلية الشجر موجود، وين كلية الشجر؟ المثل، المثل للشجر وين؟ المثال الأساسي للشجر وين؟ موجود في عالم الكليات، وهنا الأشجار المحيطة بنا هي أفراد ذلك الكل. جميل جدا. ماذا قال أفلاطون؟
ومدرسته معروفة بالمثالية، لكن مثاليته ليست كالمثالية الحديثة. شوف أفلاطون ماذا قال؟ قال شوف لاحظوا معي مشايخنا الكرام، الحواس العين اليد تتصل بالأفراد التي هي فانية. الأفراد أفراد الشجر فانية مادية تتصل بها الحواس لكنها لا تدرك، أنت ما بتدرك الأفراد الخارجية، لا تعلم. العلم لا يتعلق بالأفراد لأن العلم لا يتعلق بالجزئيات. إذن عندي أفراد، للمثال العملاق اللي واقف فوق في عالم المثل الأفلاطونية، هذه الأفراد مادية، هذه أول خصيصة فيها، تفنى هذه ثاني خصيصة فيها، لا تعلم، تتصل حواسك بها لكنك لا تعلمها. أخ عجيب. إذن شو اللي بيحصل؟ يقول لك أنت عندما تتصل بالفرد، عندما تتصل بالفرد يثار في داخلك تذكر الكلي، لأن الإنسان روحه كانت قبل جسده وكانت موجودة فوق في ذلك العالم الكلي، ولما نزلت بقوس النزول على تعبير الفلاسفة والعرفاء، ولما نزلت اصطدمت بالعالم المادة، صدمة عالم المادة أفقدتها الذاكرة. لما اصطدمنا نحن بعام طبعا سوى حادث سيارة، لما اصطدمنا بعالم المادة فقدنا الذاكرة. فإذا رأيت فرد الشجر اتصلت حواسي بفرد الشجر تذكرت، استذكار، تذكرت المثال، والمثال هو الذي يدرك. أنا لا أدرك الفرد، أدرك المثال هو الكلي، كلي الشجر. فإذا الفرد مادي يفنى تتصل به الحواس لكن لا يدرك، أما المثال فهو جوهر مجرد لا يفنى، هو محل الإدراك. إذا لما نقول شجر صار في موجودين للشجر، لو في لحظة صار في وجود أفراد الشجر وصار في وجود كلية الشجر اللي موجود فوق في عالم المثل الأفلاطونية، وأن العقل يدرك الكل والكل له وجود، يعني المدرك 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 الكل له وجود غير وجود الفرد برا. إذا أفلاطون يؤمن بالواقع الخارجي أم لا؟ أفلاطون يؤمن بالواقع الخارجي، بل هو مسرف في الإيمان بالواقع الخارجي، بل هو مفرط في الإيمان بالواقع الخارجي. ليش؟ لأنه لم يجعل الواقع الخارجي الأفراد الخارجية للشجر، بل زاد عليها واقعا آخر هو الكل الموجود فوق. إذن هل هو مثالي بمعنى منكر الواقع الخارجي؟ لا، بل هو واقعي، لكن مع ذلك أطلق على فلسفته مثالية أفلاطون. لماذا؟ لا لأجل أن المثالية التي نطلقها على أفلاطون تعني إنكار الواقع الخارجي، بل لأن مثالية أفلاطون تنتسب إلى عالم المثل التي كان يؤمن بها أفلاطون. ما بعرف الصورة واضحة أو لا، في حاجة لإعادة؟ إذن أفلاطون هنا عندما نقول مثالية أفلاطون أو النزعة المثالية عند أفلاطون تعني إيمانا بالواقع الخارجي بحده الأعلى، لأن أفلاطون لا يؤمن فقط بوجود الشجرة في الخارج هنا الفرد، وإنما يؤمن إضافة إلى ذلك بوجود شجرة كلية موجودة في عالم المثل الأفلاطونية، وهذه ليست سوى ظلال لتلك الشجرة. إذن صار عندنا وجودين واقعيين عند أفلاطون، وجود واقعي للمثل ووجود واقعي للأفراد. المدرك الحقيقي هو المثل، فقد جعل أفلاطون المعاني المدركة مثلا لها وجودات خارجية في ذاك العالم. طيب إذن هذا اللي بده يوصل له، بده نوصل له الآن. ما هو اللي بده نوصل له؟ أنه عندما نقول مثالية أفلاطون فلا نقصد بها به المثالية بالمعنى الحديث، أي تلك المدرسة الفلسفية التي تنكر وجود الواقع الخارجي، وإنما يقصد بمثالية أفلاطون تلك المدرسة التي تؤمن بوجود الواقع الخارجي، بل تؤمن بأن الشجر له وجودين، مش بس وجود واحد، وجود للجزئي أي الأفراد الموجودة في الخارج، ووجود للكلي أي ذاك الموجود في عالم المثل. فإذا أفلاطون مثالي أو لا؟ مثالي. واقعي أم لا؟ واقعي، لن يؤمن بالواقع الخارجي. فإذا أفلاطون مثالي واقعي، فمثاليته مثالية واقعية، فلا يصح أن نقيس أفلاطون على جورج بريكلي التي سنتكلم عنه بعد قليل، الذي أنكر وجود الواقع الخارجي. جورج بريكلي مثالي بالإصطلاح الحديث، وأفلاطون أيضا مثالي لكن بالإصطلاح القديم. فعلينا أن لا نخلط الأوراق مع بعضها البعض ونقول هؤلاء كلهم مثاليون. صحيح كلهم مثاليون، لكن بمعاني متعددة لكلمة مثالية وليس بمعنى واحد لهذه الكلمة.
طيب جميل. إذن الاصطلاح الاستخدام القديم لكلمة المثالية يعود للحقبة الأفلاطونية، وتعني المثالية هنا الانتساب للمثل الأفلاطوني. أما المعنى الجديد هذا رقم 2، أما الاستخدام الحديث للمثالية فيعني أصالة التصورات الذهنية. شوف معنى أصلا على النقيض تماما مما كان يقوله أفلاطون، أصالة التصور الذهني وما يسمى بالنزعة التصورية. المثالية هي النزعة التصورية. هؤلاء ماذا كانوا يقولون؟ يقولون لا يوجد خارج عالم الذهن أي واقع خارجي، لا يوجد خارج ذهني وتصوراتي شيء. أين هؤلاء وأين أفلاطون؟ أفلاطون كان يقول لك خارج ذهني يوجد شيئين، يوجد فرد الشجرة ويوجد كلي الشجرة. أما هؤلاء يقولون لا فرد شجرة موجود ولا كلي الشجرة موجود، الموجود صورة الشجرة التي في داخل النفس في داخل الإدراك، لا يوجد شيء خارجي. لذلك إذا تلاحظوا شو كان عنوان المقالة؟ الفلسفة أو السفسطة أو المثالية والواقعية، أي جعل العلامة الطباطبائي المثالية في عرض السفسطة والفلسفة في عرض الواقعية. لذلك العلامة الطباطبائي يعتبر المثالية المعاصرة والحديثة سفسطة، لأن السفسطائي ينكر الواقع الخارجي والمثالية المعاصرة أيضا تنكر الواقع الخارجي. فقد توصلنا الآن إلى أن مثالية أفلاطون واقعية فلسفية، لكن مثالية المثاليين المعاصرين والمحدثين مثالية سفسطائية لا تفترق عن السفسطائية في شيء. لاحظت؟ فإذا نشوف استخدامين لكلمة واحدة متناقضين تماما. هذه المدرسة المثالية كان لها رجال كثر، نحن فقط سوف نذكر شخصيتين في المدرسة المثالية كتعريف، كتعريف، لأن المدرسة المثالية لها مدارس. هناك المثالية الفلسفية، نحن لن نبحثها الآن، هناك المثالية الفلسفية التي زعمها جورج بريكلي وسوف نشرحها الآن باعتباره من أشهر مذاهب المثالية، هناك المثالية الفيزيائية، وهناك المثالية الفسيولوجية. نحن فقط سنتعرض لشخصيتين من المثاليين، جورج بيركلي أو جورج بيركلي، وبالعربي باركلي يكتبونها ولكن بالإنجليزي بيركلي، جورج بيركلي وشوبنهاور. أما جورج بيركلي المتوفي سنة 1753 للميلاد، وقد كان أسقفا إنجليزيا، أسقف إنجليزي قبل أن يصبح مثاليا، فهذا في الأصل فيلسوف تجريبي حسي لا يؤمن بمصدر للمعرفة إلا الحواس، ولذلك أدت به مدرسته التجريبية الحسية إلى المثالية، لأن من يعتقد بالمدرسة الحسية التجريبية الخالصة ليس أمامه بحسب رأي الإسلاميين مثل محمد باقر الصدر وعلامة طباطبائي شيخ مطهري أمثاله، ليس أمامه سوى المثالية نهاية. كان جورج بيركلي كان فيلسوفا حسيا تجريبيا يؤمن بأن المصدر الوحيد للمعرفة هو الحس والتجربة، وكان أحد المعارضين لديكارت. أنتم تعرفون إن شاء الله هذه ربما تأتي معنا فيما بعد، أن عاصفة الشك التي عصفت بأوروبا في القرن الرابع عشر والخامس عشر، عاصفة الشك التي عصفت بأوروبا في القرن الرابع عشر الخامس عشر السادس عشر، هذه عاصفة الشك جاء ديكارت لكي يهدمها، فوضع نظريته أنا أفكر إذن أنا موجود، وأسس فلسفة عقلية يقينية جديدة. لكن بعد ديكارت بمئة سنة فقط نهض الحسيون التجريبيون وبدأوا يضربون بمعاول الهدم على فلسفة ديكارت. أحدهم كان جورج بيركلي الذي قال بأن فلسفة ديكارت باطلة، وأن ما يقوله ديكارت من أن العقل منذ ولادته محمل بمعارف فطرية باطل، لا توجد معارف فطرية، كل شيء يأتي من الحس ومن التجربة والمشاهدة. طيب جميل، هذا أول أساس وصل إليه. متابعا في ذلك جون لوك زعيم ومؤسس المدرسة الحسية، متابعا في ذلك جون لوك زعيم ومؤسس المدرسة الحسية. ماذا كان يقول جورج بيركلي؟ الآن سأشرح آراء جورج بيركلي باختصار، وهذه هي المثالية الفلسفية، نسميها بتاريخ الفلسفة المثالية الفلسفية. ماذا كان يقول؟ يقول عنده جملة مشهورة، أن يوجد، ما معنى أن يوجد الشيء؟ أن يوجد يعني أن يدرك أو يدرك، هذا هو الوجود، هذا هو الوجود. ما معنى أن يوجد؟
شو معنى شيء بيوجد؟ شيء بيوجد يعني إما بيكون مدرك أو بيكون مدرك. من هو المدرك؟ النفس. إذن النفس موجودة. أو بيكون مدرك. من هو المدرك؟ تصورات. تصورات هي اللي ندركها نحن. هذا الواقع الخارجي لا ندركه. شو؟ يعني إذا هذا الحائط أنا أدركه، يعني يأتي الحائط يدخل في دماغي؟ أنا لا أدركه، أنا أدرك صورته. لأن كل شغلهم العلم الحصولي أما تقريبا. بس يأتي إن شاء الله بعد قضية العلم الحضوري وأهمية العلم الحضوري في كل نظرية المعرفة. غابت عنهم نظرية العلم الحضوري هذول. فإذا أنا الواقع الخارجي لا أدركه، أدرك صورة ذهنية عن الواقع الخارجي. فأن يوجد الشيء يعني أن يكون إما مدرك، يعني النفس، النفس موجود، أو يكون مدركا، يعني الصورة، الصورة الذهنية التي تأتي للنفس. جميل، هي أول قاعدة، هي أول قاعدة بالمثالية الفلسفية. قاعدة تانية، نحن عندما نتعامل مع الواقع الخارجي، هل الواقع الخارجي أنا أرى الجوهر المادي؟ هل أنت ترى جوهر الكتاب؟ لا. شو بتشوف أنت من الكتاب؟ كل حواسك باعتبار نحن ماذا حسي هلا؟ بركلي حسي. كل حواسك ماذا تعطيك؟ تعطيك الشكل، شكل الكتاب، اللون، الطعم، الرائحة، ها؟ هذا اللي تعطيك إياه. فإذا لا يوجد جوهر مادي، حتى المادة أنكر وجودها، دعك من الغيب لها، حتى المادة بيركلي أنكر وجودها. ليش؟ لأن المادة لا تخضع لمعيار يدرك أو يدرك، فإنه لا يعطيك صورة بالحواس التي هي مصدر المعرفة، لا تعطيك صورة عن الجوهر المادي. ما الذي يأتيني عن الجوهر المادي؟ يأتيني ظواهره، طعمه، لونه، شكله، رائحته، الصور الذهنية للظواهر التي تأتي. هيك تاني قاعدة. إذن أول قاعدة تقول أن يوجد الشيء يعني أن يدرك أو أن يدرك. إذن أثبتنا حتى الآن ماذا؟ أثبتنا وجود النفس ووجود الصور الذهنية. قاعدة تاني، إنه لا وجود للجواهر المادية فضلا عن مجرداتها، وإنما الموجود صور عن ظواهر المادة. القاعدة الثانية بزعمهم. القاعدة الثالثة شو قال؟ قال شوف هلا هو الرجل هم ذكي. هل أنا لست سوفسطائيا؟ ها عجيب، إذا كل هذا لست سوفسطائيا، من السوفسطائي إذن؟ ها من السوفسطائي؟ قال لا تفهموني غلط يا جماعة، ها أنا لست سوفسطائيا، أنا لا أنكر الواقع، أنا أؤمن بالوجود، ولكن تعريفي للوجود غير تعريفكم. أنتوا شو تعرفوا الوجود؟ بتقول الوجود هو تحقق مطلقا. أنا بقول الوجود هو أن يدرك أو أن يدرك. نحن الآن معركة ألفاظ. أنت تقول الوجود هو التحقق، ثبوت، هذه التعابير اللي نستخدمها بالفلسفة، التحقق، الثبوت، الكينونة، التعابير اللي نستخدمها باللغة العربية، هذا هو الوجود. يدرك، يدرك، ما مندخله نحن بتعريف الوجود هذا، صحيح؟ أو يعني شرح الاسم للوجود، ما في تعريف للوجود كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما أنا لا، أنا الوجود، أنا أؤمن بالوجود، غاية الأمر أن الوجود باصطلاحي هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن يدرك أو يدرك. فإذا لا يتهمني أحدكم بأنني سوفسطائي أنكر الواقع، أنا أؤمن بالواقع وأؤمن بالوجود غاية الأمر. أختلف عنكم في تعريف الوجود، فإنكم تعرفون الوجود بمطلق التحقق والثبوت والكينونة، وأنا أعرف الوجود بأنه أن يدرك أو أن يدرك. شو أراد أن ينهى بنفسي عن السوفسطائية. جميل، هذه القاعدة الثانية الثالثة، هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة، شوف سبحان الله الجماعة، يعني قديش فرت هذه الذهنيات الغربية من الله سبحانه وتعالى، ولكن في النهاية كان لابد لها أن تأتي إلى الله. قال أن يدرك أو أن يدرك. الآن مساكين نحن صرنا كلنا عبارة عن ماذا؟ كلنا عبارة عن وحيدين في العالم. أنا الآن لا أرى وجودا لكم. أنا موجود لأني مدرك وصوري موجودة مدرك. أنا ما بعرف أنت موجود أو لا، ما أدري إذا أنت مدرك أو ما مدرك، مدرك أو غير مدرك، شو بعرفني؟ أنا أرى نفسي. جميل، أسأل نفسي سؤالا. سأل جورج بيركلي نفسه سؤالا، قال يا ترى ما الذي يأتي بالصور إلى ذهن؟ يا أخي لما أنا كنا هلا نطلع بالحائط نرى حائطا، لماذا كلنا اتفقنا على صورة ذهنية؟
من هو الذي وضع صورة الحائط الذهنية في عقلك وعقله وعقلي وعقل الشيخ وعقل الشيخ وعقل الشيخ والعقول الأخرى؟ كلنا إذا نظرنا إلى الحائط يسميه هو بالحاصل المشترك، كلنا إذا نظرنا إلى الحائط كلنا بيطلع عنا نفس الصورة الذهنية. يا أخي من الذي أتى بهذه الصورة الذهنية؟ من هو الذي يوجب تدفق الصورة الذهنية إلى المدرك؟ ما لا أحل جورج بيركلي، قال الله. إذن حقيقة الثالثة التي ثبتت ما هي؟ الله. إذن ماذا يقول جورج بيركلي؟ يقول مثاليتي تساوي وجود ثلاثة أشياء: المدرك، المدرك، الله. هذه المثالية الفلسفية، وطبعا أقام على ذلك أدلة من بينها تناقض الحواس، وستأتي أدلة المثالية، وهذه الأدلة التي سيذكرها العلامة الطبطبائي هون جملة منها من أدلة بيركلي، ستأتي إن شاء الله ما يعبر عنه شبهات المثاليين، ستأتي. أحدها تناقض الحواس، وهو أعطى مثال الأوعية الثلاثة، قال هذه أحدها. إذن هذه أول مثالية، مثالية الفلسفية أو مثالية جورج بيركلي. الشخصية المثالية الثانية شوبنهاور. شوبنهاور فيلسوف يعتبر زعيم المتشائمين. شوبنهاور هو معري أوروبا، أبو العلاء المعري في أوروبا، وأبو العلاء المعري هو شوبنهاور العالم الإسلامي. ولكن شوبنهاور بعد أكثر من أبو العلاء. شوبنهاور متشائم جدا، ويقال أنه في صغره كان رجلا عنده قلق، يعيش قلق، حتى إذا سمع أي صوت وهو نائم يعني ينطلق بسرعة يأتي بالسلاح حتى يواجه، كان عنده حالة اضطراب شديدة، ويقال أن هذا إرث أخذه من أجداده وآبائه، كان عندهم هذه الحالة. فكان متشائما جدا، يرى الوجود للألم واللذة ليس لها وجود، يقول الألم موجود بس اللذة ليس لها وجود أصلا. فحتى إلى درجة أنه كان أستاذا، عين أستاذا في جامعة برلين، ودرس في جامعة برلين ولم يحضر عنده إلا ثلاثة فقط، ولم يقبل الطلاب الحضور عنده، فاضطر بعد ذلك، ويقال أن الثلاثة كانوا غير سويين عقليا، فاضطر إلى أن يعطي دروسه الفلسفية إلى جارته وكانت خياطة، ثم بعد ذلك تشاجر معها وضربها فقضت عليه المحكمة بجناية، وبقي لوحده، وبقي عازما طول حياته ومات منتحرا. شوبنهاور زعيم المتشائمين، ولكن فلسفته عرفت بعده، يعني بدون قياس وتشبيه مثل ملا صدر بس بلا مؤايس، يعني وين هذا وين هذا، فلسفته عرفت بعده. ماذا كان يقول؟ كان يقول هذا أفرط أكثر من جورج بيركلي. يا أخي لا أقل، جورج بيركلي قال في الله، في النفس، في الصور، هذا قال حتى النفس والصور ما موجودة. حتى نفسي والصور التي في نفسي هذه غير موجودة، ولكنه رغم ذلك اعتقد بوجود شيء واحد فقط، هذا له التحقق والكينونة، الإرادة. قال يوجد إرادة عندي، أنا إرادة والكون فيه إرادة. الإرادة هي الوجود الحقيقي، الإرادة هي الوجود الحقيقي، لأنه ما كان يمكنه أن يتصور تحققا لوجود في العالم غير الإرادة. على أي حال، وكان متأثرا بالمذهب البوذي وأمثال هؤلاء، شوبنهاور غير مهم بالنسبة لنا الآن، بيركلي أهم، لأن بيركلي يعبر بامتياز عن المثالية الفلسفية. إذن هذا مصطلح المثالية، مثل ما مرينا على مصطلح السفسطة، مرينا على مصطلح المثالية، الاستخدام الأفلاطوني لمصطلح المثالية، ثم مرينا على الاستخدام الحديث لمصطلح المثالية الذي يساوي السفسطة، ثم تعرفنا على نموذجين للمثالية المعاصرة الحديثة، مثالية جورج بيركلي الذي يعبر عن المثالية الفلسفية، ومثالية شوبنهاور الذي يعبر عن المثالية التشاؤمية، وعرفنا كيف نظروا للأشياء وكيف فكروا في الأشياء. المصطلح الثالث اختصار، بعد خلصنا حتى ننتهي من المقدمة وطولنا عليكم شوي. المصطلح الثالث الواقعية، اللي هي نحن الآن قلنا الفلسفة أو السفسطة أو المثالية والواقعية، عندنا مصطلح الواقعية، لأن الفلسفة أخذناها في الدرس الماضي، في الدرسين الماضيين أخذنا الفلسفة. ما هي الواقعية؟ ماذا تعني كلمة الواقعية؟ كلمة الواقعية أيضا لها ثلاثة عدة استخدامات، سنذكر منها فقط ثلاث استخدامات سريعا ونمشي. الاستخدام الأول، الواقعية أي القول بأصالة الواقع الخارجي، يعني مقابل السفسطة تماما، يعني يوجد واقع خارجي، هذا نسميها الواقعية، مقابل المثالية، مقابل السفسطة، مقابل النزعة التصورية، مقابل القول بأصالة الذهن، مقابل القول بنفي الخارج. هذا أشهر اصطلاح للواقعية، وهذا ما نقصده في بحثنا هنا. طيب، الاصطلاح الثاني للواقعية،
أوروبا في القرن الثالث عشر والرابع عشر ظهر فيها مذهب خطير جدا، شكل هذا المذهب إحدى الضربات القاسمة لحركة الفلسفة في أوروبا، وأطلق على هذا المذهب اسم المدرسة الإسمية، نوميناليزم، المدرسة الإسمية. اختلفوا، وقعت معركة طحن بين الفلاسفة والمناطق، الكلي له وجود أو لا؟ الكلي لا، له وجود الكلي ولا ما لهش وجود؟ هل يوجد كلي؟ كلية الإنسان، وين كلية الإنسان؟ في أوروبا طلعت ثلاث مدارس في هذا المجال. المدرسة الأولى قالت لا وجود للكلي إطلاقا، لا في الذهن ولا في الخارج، وهذا كل شيء بيسموه كلي هذا كلام هراء فيه هراء، لا قيمة له، ما في شيء اسمه كلي. وانت بتعرف لما بننسف مقولة الكلي ضربت الفلسفة بالصميم، لأن الفلسفة قائمة على الكليات، قائمة على التقعيد. صح، الفلسفة لا تتعامل مع جزئي التليفون وجزئي الكتاب وجزئي القلم، الفلسفة تتعامل مع الكليات. فأنت لما تضرب وجود الكلي في الخارج وفي الذهن معا، إذن الفلسفة سددت لها ضربة قاسمة، ولذلك شكل ظهور المذهب الإسمي الذي ينكر الكليات، شكل ضربة قوية للفلسفة في أواخر القرون الوسطى. إذن اختلفوا في الكلي، مذهب قال الكلي ليس له وجود إطلاقا لا في الذهن ولا في الخارج، وأطلق على هذا المذهب اسم المذهب الإسمي. مذهب آخر قال الكلي ليس له وجود مستقل ولكنه موجود بالوجود التبعي، يعني موجود ضمن الأفراد، يعني كل واحد مننا في داخله الفرد والكلي، أنا في داخلي فرد الإنسان وكلي الإنسان، وأنت في داخلك فرد الإنسان وكلي الإنسان. وهؤلاء عرفوا بالمذهب المثالي في أواخر القرون الوسطى. شوف الآن مصطلح المثالية الآن شو راح على معنى آخر. هذول كانوا يقولون الكلي له وجود لكن موجود بالوجود التبعي، يعني موجود بتبع الأفراد، يعني غير مستقل عن الأفراد، موجود داخل الفرد، لا يوجد كلي مستقل عن الفرد لا في الذهن ولا في الخارج، دائما الكلي متصل بالفرد. إذا تصورت الكلي لابد أن تتصور الفرد، إذا رأيت الكلي في الخارج لابد أن يكون الفرد معه، ما في كلي مستقل لا في عالم الذهن ولا في عالم، لكنه موجود. وهذا هو امتياز المثالية التصورية هنا عن الإسميين، فإن الإسميين أنكروا وجود الكلي في الذهن وفي الخارج استقلالا وبالتبع، أما المثاليون التصوريون فآمنوا بوجود الكلي لكن الكل الخارجي والكل الذهني، لكنهم قالوا بأن الكل الخارجي والكل الذهني موجود بوجود أفراده، سواء أفراده الذهنيين أو أفراده الخارجيين. المذهب الثالث قال الكلي موجود بوجود واقعي مستقل عن الأفراد، وهؤلاء عبروا عنهم بالمدرسة الواقعية. شوف هذه يسموهم فلسفة واقعية، هذا أول اصطلاح للواقعية، يعني مثل أفلاطون، إذا نقرب الصورة يعني كتشبيه، مثل أفلاطون قال الكلي موجود وهو غير الأفراد وليس تابعا لها، فهؤلاء عبروا عنهم ماذا؟ بالواقعيين. إذن هذا أول اصطلاح للواقعية. الاصطلاح الأول للواقعية هي المدرسة الفلسفية القائلة بوجود الكلي وجودا خارجيا وذهنيا مستقلا تماما عن الأفراد الخارجية والذهنية، مقابل المدرسة الإسمية التي أنكرت الكلي مطلقا، ومقابل المدرسة المثالية التصورية التي آمنت بالكل التابع للفرد. هذا أول اصطلاح للواقعية، هذا ثاني اصطلاح للواقعية. إذن أول اصطلاح للواقعية ماذا؟ مقابل السفسطة والمثالية المطلقة. ثاني اصطلاح للواقعية ما يتصل بباب الكليات. ثالث اصطلاح للواقعية الواقعية في علم الأدب. الواقعي كلنا بنعرف الواقعية في الأدب ما هي. الأدب الواقعي هو الأدب الذي يتحدث عن ظواهر المجتمع الواقعية وعن هموم المجتمع الواقعية، وهو واقعي. أما الأدب غير الواقعي السوريالي ما فوق واقعي، فهو الأدب الذي يعيش على طاقة الخيال، مثل رسوم متحركة. ها، رسوم متحركة خيال، مثل هوليوود خيال العلمي لهوليوود. كل هذا ليس له واقع، هذا أدب مثالي، أدب سوريالي ما فوق واقعي، ليس له ما بإزاء في الخارج، لا يحكي عن قضايا واقعية خارجية، يحكي عن
صور ذهنية خيالية من 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 فيوض الخيال فقط لا أكثر ولا أقل. إذن ثلاث مصطلحات صار عندنا للمثال للواقعية: مصطلح فلسفي أصيل مقابل المثالية والصفصطة، مصطلح فلسفي خاص ببحث الكلي مقابل الإسميين والتصوريين، مصطلح أدبي للواقعية مقابل المذهب المثالي الأدبي ها السوريالي. فإذا حتى الآن شو رأينا؟ رأينا أن مصطلح الصفصطة ومصطلح المثالية ومصطلح الواقعية، وكما رأينا سابقا في مصطلح الفلسفة كيف الفلسفة تغيرت معانيها عبر التاريخ، رأينا أن هذه المصطلحات لها مجموعة معاني وتطورت بالتطور التاريخي الدائم والمستمر. فيجب أن ننتبه في استخدام المصطلحات في باب العلم أن لا يحصل اختلاط وتشويش، كما حصل مع الماديين الديالكتيكيين الذين استخدموا اصطلاح المثالية ليلصقوه بكل القائلين بوجود الدين والغيب، مع أن القائلين بالدين واقعيون ليسوا مثاليين. فإذن في المرحلة الأولى الآن في هذا الدرس التمهيدي في المقالة الثانية أردنا أن نفكك المصطلحات، نميز الرجالات، نفكك التطورات التاريخية للكلمات حتى لا نقع في الالتباس. الآن ستبدأ المعركة الفكرية: هل يوجد واقع خارجي؟ إذن أنا واقعي وفيلسوف. هل أنكر الواقع الخارجي؟ إذن أنا مثالي وصفصطائي. هذا هو البحث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. شيخنا، إذا في مجال بالنسبة للاستعمال الأفلاطوني بالنسبة للأفراد والمثل، خصائص ذكرتوها الثلاثة المادية والفناء، نعم، وأنها تتصل بالحواس، نعم، ولا تعلم ولا تدرك، وإنما ما يدرك هو الكلي، نعم. بالنسبة للمثل إذا ممكن إعادة الخصائص بعكسها تماما، أنه مجرد، اثنين أنه لا يفنى، ثلاثة أنه يدرك لأنه كلي والعقل لا يدرك إلا الكليات. ما معنى الفناء هنا تقصدون بالفناء؟ الفناء مقابل البقاء، نفس المعنى. هذه الماديات صور تزول وتذهب وتأتي، لا وجود لا قيمة لها، ظلال ظلال حسب الاصطلاحات المستخدمة. كيف يعني يدرك الكلي؟ الكلي العقل لا يدرك الكليات، هذه الجزئيات هو هكذا يقول الجزئيات لا يدركها العقل، هو هذه الجزئيات فقط عناصر محفز الاستذكار فقط، يتذكرك بالكلي. أنت هنا عمليا لما بتشوف هذا الإنسان تتذكر كلية الإنسان وتضفي عليه، أنت الكلي عم تتذكر، الكلي اللي هو بتعرفه أنت من زمان كنت عايش معه فترة طويلة من حياتك. صورة الكلي وليس الكلي بحد ذاته، صورة ذهنية للكلي. هو الكلي، أنت تدرك الكلي، نعم نعم، إذا حسب نوعية العلم، علم حصولي علم حضوري هذا بحث آخر، لكن أنت بإدراكك للكلي أضفيته على هذا الفرد، هذا الفرد ذكرك بالكلي الذي رأيت أن في رابط بينه وبينه، هذا ظلاله في ظلال على الأرائك. نظرية الاستذكار يعني نعم، هذا نظرية الاستذكار، يعني لا ينظر للواقع الخارجي له وجود أو لا، ليس له وجود، لا يوجد له وجود. يقول هناك قاعدة أفلاطون يعني بحث على ياه مؤثر، لا الاستذكار لا يمكن الواقع الخارجي. الاستذكار كل ما يقول لك أن هذا الكل الذي كنت تدركه بالإدراك الحقيقي لما اصطدمت في عالم المادة ها فقدت الذاكرة، لما أنت ترى ظلاله مصادقه أفراده تستذكر الكل. فإدراكك الآن ليس إدراك للجزئيات، إدراكك في حقيقته للكليات وليس هو إدراك للجزئي. نعم أنت تتصل بالجزئي حواسك، اتصالك الحسي بالجزئي يحفز استذكارك للكلي، ولكن طبعا هذه عملية داخل ذهنية، يعني هو يقول هو يعتبر ان هذه العمليه داخل ذهنيه مش بضروره تشعر فيها انت، هذه عمليات انت تفكك فيها بين الشيء وذاته اذا جاز التعبير. يعني هو نظريه كانما يعني الواقع الخارجي يعني الكلي هو المؤثر، يعني الواقع الحقيقي هو الكلي، نعم، اما هذا ظله الفرد ظله يعني لا يوجد له واقع اصلا، لا له واقع، يعني ظل لا له حظ من الواقع، ظله مثل ما نقول نحو الوجود. هذا يقول يعني فاني ولا نحو لا ليس فانيا، يفنى يفنى يعني يفنى، مش يفنى. هو فاني، له حظ دان من الوجود، مثل ما تقول نظرية العرفاء، نظرية العرفاء تقول بأن المادة لها حظ من الوجود، الحظ الداني من الوجود، ليس كوجود الله تبارك وتعالى الذي هو تمام حظ الوجود.
فكلما تنزل المولى تبارك وتعالى في قوس النزول بدأ النور يخفت، بدأت قوة الوجود تتضاءل. لذلك وجود المجرد أقوى من وجود المادي، ووجود المادي أقوى من وجود الهيولة اللي هي القوة المحضة التي تقع في أقصى طرف الدائرة، هي دائرة العالم بحسب تصور العرفاء. العالم دائرة، أن الله سبحانه وتعالى في مقام الذات غيب الغيوب هو الوجود المحض، أقوى قوة للوجود. عندما يظهر ويتجلى يبدأ الوجود يضعف، ضعف الوجود هذا يظهر على شكل عوالم، عالم المجرد، عالم العقل، عالم المثال، عالم الكذا، عالم الكذا، وصولا لعالم المادة، وصولا للنقطة المقابلة لأعلى الدائرة وهي الهيولة أي القابلية المحضة. الآن نحن عندما نكون في 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 المرتبة الدانية يجب علينا أن نصعد. إذا أنت في دنياك عبرت هذه العوالم نفسها في الشق الآخر، فأنت الآن تعيش آخرتك، فأنت ذهبت إلى الله، ولذلك يشتد وجودك كلما ارتفعت في القوس. ولذلك بناء على الجامع بين نظرية الإمامة ونظرية الإنسان الكامل، شو بيطلع معنا؟ بيطلع الولاية التكوينية، لأنه كلما ارتفع في إطار قوس الصعود اشتد وجوده، وكلما اشتد وجود سيطر على ما دونه. يعني ما معنى اشتداد الوجود؟ معناه أن هذا الضوء الذي يأتي من الأعلى يمر به ويخرج منه، فإذا هو المسيطر على الضوء الذي تحته، هذا هو قوس الصعود عند العرفاء. فإذا هو نفس الشيء، نظرية المثل كأنها ظلال الضوء الضعيف، حظ الوجود الخفيف للكل الموجود في ذلك العالم. هذه الطريقة. عفوا شيخ، شيء فرق بين عالم المادة والهيولة؟ الهيولة هي أدنى مراتب عالم المادة، القابلية المحضة. إيش يعني قابلية المحضة؟ يعني عندما شيء ليس له وجود له لكن له قابلية الوجود. أول قابلية للوجود له هي أدنى وجود. يعني أنت لما تقول شيء الآن عدم، الأعدام نوعين إذا بدنا شوي نحللها ذهنيا. نوع من العدم ليس له حظ من الوجود، مثل ماذا؟ مثل اجتماع النقيضين، عدم لكن له حظ من الوجود، ما في له، إذن له هيولة فيه. هذا القلم قبل أن يوجد عدم، عدم لكن له إمكانية الوجود أم لا له، إذن فيه قابلية الوجود. هذا المرتبة اللي كان فيها، اللي في داخله يعني شوية تحليل ذهني، في قابلية الوجود، هي بنسميها بنقول مرتبة الهيولة للقلم، أي مرتبة القوة المحضة الخالية من الفعلية إطلاقا. بمجرد ما يجي هذا الضوء النازل من فوق يطلع القلم من مرحلة القوة، راح يطلعه على أول مرتبة، مرتبة الوجود. أول مرتبة، مرتبة الوجود هي الوجود المادي، هي أضعف وجود. هذا الوجود المادي يمكن يصير مجرد بناء على نظرية الحركة الجوهرية للملا صدره، ممكن يصير مجرد. الآن إحنا عندنا قابلية نصير مجرد، الوجود العالم المادة له قابلية يصير مجرد، إذن فيه قوة التجرد. بمجرد ما يتحرك بيطلع العالم الأعلى منه اللي هو عالم المثال، وهكذا بعد خريطة في الله بيعرف مضبوطة أو لا. وهكذا. بالنسبة، عفوا شيخنا، بالنسبة للسفسطة، وهو ما يذكره تقريبا أن وجود السفسطة بحد ذاتها هي وجود عرضي نظرا للقضايا المالية وكثرة الآراء الفلسفية، هل السفسطة بحد ذاته هو يعتقد بهذا الشيء والبداية؟ هذا بحث تاريخي، هذا بحث تاريخي، قد يرضى به وقد لا يرضى به. السفسطاء اليوناني بعد لم نعاصر أحدا منهم حتى نرى هل يقبل أو لا يقبل. أما السفسطاء ليس اليوناني، المعاصر يعني القرون الأخيرة، كل واحد عنده وجهة نظر، وقد يؤمن يقول أنا الذي أدى إلي بهذه القناعة وكذا وكذا، ولكن أنا في نهاية المطاف اقتنعت. بالنسبة إلى باركلي، يعني كيف نوفق بين أنه حسي وإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى؟ هذا بهذه ضرورة طرق أن يؤمن بوجود الله. كثير من الحسيين، شوف مثلا، خليني أعطيك مثال. جون لوك في مصدر المعرفة ماذا يقول؟ يقول المصدر الوحيد للمعرفة هو الحس. لكنه في قيمة المعرفة ماذا يقول؟ يقول لا معرفة، لا قيمة للمعرفة الحسية، القيمة للمعرفة العقلية الفطرية، يؤيد ديكارت. الحسيين في عندهم هذا الشكل من أشكال التناقض، في بحث مصدر المعرفة غير بحث قيمة المعرفة. الأشياء تضطر، يقول أول شيء مصدر المعرفة حسي، لكن اضطريت أن أصل إلى هذه النتيجة. يعني استثناء كأنما، نعم، يصلح أن يكون إشكال عليه، ما في مشكلة، يصلح. لكن هو يقول لك في النهاية وصلت إلى، مضطر أن أصل إلى هذا، ليس أمامي من خيار يعني يفسر لي سبب تدفق التصورات الذهنية إلى المدرك، إلا أن أفرض وجود علة أعلى وليست إلا الله.
تآمن بوجود الله. لا ممكن يكون الله اللي بتصور هو غير الله اللي بنصوره نحن، ممكن الله اللي له هو شوي محدود أو له وضع تاني، بس في النهاية يعتقد بوجود الله تعالى. بالنسبة إلى نظريته يعني بأن الوجود هو أن يدرك أو أن يدرك، يعني طبعا قد يقال بأنه لا ينكر الواقع الخارجي، لكن هذا الواقع مثل هذه الطاولة بالنسبة إلي أي شيء، بالنسبة لي هذا أنا أتصل بها من خلال الحواس، أتصل بها من خلال يعني بتعبير آخر ها مجرد مدركات، يعني الأشياء كل الأشياء هذه اللي احنا نؤمن بها هي موجودة، لكن هي فقط شنو أنا مع الواسطة التي أتصل بها هي فقط، يعني هي بالنسبة إلي فقط. كان بالإمكان أن نقول هكذا لو أنه قال لا وسيلة للمعرفة إلا بواسطة كذا وكذا، لكنه حدد مفهوم الوجود، هون إشكالية. ما قال لا أعرف الأشياء إلا بالإدراك، أو لا يصلني من الوجودات الخارجية إلا كيت وكيت، وقال الوجود أن يدرك أو يدرك. أنا بالنسبة إلي الآن المدرك هو نفسي، المدرك صوري الذهنية، أنت ما بعرف. يعني أنا أقول هذه الطاولة هي 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 بالنسبة لي مدرك فقط، لا 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 أكثر ولا أقل، هي أنا كيف أتصل بها حواس هذا فقط، أنا ألمسها فأنا يعني بإمكانك أن تقول هذا، لكن هو يقول المدرك هو التصورات. هلا أنت بإمكانك تأول إذا بدك، بس هو يصرح يقول لك لا وجود إلا بالتصورات. أنا أقول هذا الشيء الخارجي هو تصور، أنا ما يعني أنا ما أؤمن هذا الشيء الخارجي، أنا ما أقدر أنا أؤمن به بشيء خارجي، فقط هو التصور. يعني هو هذا الذي يريده، يقول هذا الذي ترى أنت في الخارج هو صورك الذهني بس، يعني هذا الشيء أنا أقول لا هو صورة. لا تقول هذا الشيء هو صورة، هذا شيء أثبت وجوده. هو يقول كل ما عندي صوري، وصوري هي هذا الذي أراه، مش أنه في شيء برا عم يبعث لي صورة، صوري هي رؤيتي. إذا قلنا بأن هناك شيء برا يبعث لي صورة، يعني آمنت بشيء أحسن. هو يقول هذا الشيء اذا صح التعبير، هذا الشيء هو فقط صوره، لان هو هذا يعني هو يؤمن بوجود، لكن هذا الوجود هو صوره. هو هذا يعني يؤمن ان يدرك او يدرك، هو هذا يقول هذا الذي هنا، يعني لا يقول ان هذا لا اعلم به، هذا يشير لهذا يقول انا لا اعلم به انما اعلم بصورته. اذا قال هذا الشيء يعني يؤمن بشيء خارجي ويؤمن بصوره. أحسن. لكن انا اقول هذا أحسن. هذا هو. إذن هو يقول أنا الذي عندي ذاتي وصوري، شو هي الصور هي هذا؟ هل هذا عم تشوفه أنت؟ شو عم تشوف؟ صور. هالصور هي مدركة موجودة، صور الصور ليس الوقائع الخارجية، ما بعرف شيء برا عني، بس أنا بعرف أنه هذا الذي أراه، الصور التي أراها موجودة، الصور التي أراها. نعم أنا أقول يعني لما نصور أنه يقول أنا لا أعلم بالشيء الخارجي، يعني معناه كأنما يؤمن بأن هناك شيء خارجي. لا 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 أنا أقول لا، هو هذا هو إذا يشير إلى هذه الأشياء الخارجية يقول هذه صوري. إحنا ما قلنا هو لا يعلم شيء خارجي، يقول أنا الشيء الخارجي أنكره لأنني لا أدركه. أنكره من باب يعني لا أعلم أنه موجود أو غير موجود. إيه لا، لأنه ليس مدركا لي، المدرك لي هو أؤمن به، وماذا أدرك أنا الآن؟ صور. ولذلك بعبر عنا بالحبل حاصل المشترك، ليش كل يدنا بنشوف نفس المدينة؟ بقول هذا حاصل المشترك للمدركين، المدركين كلهم بيمتازوا بهذا الحاصل المشترك اللي اتدفق عليهم من عند الله سبحانه وتعالى. فهو يكون مثالي بالمعنى الجديد أو القديم؟ المعنى الجديد. المعنى الجديد، نعم. يعني هو إذا قلنا شيخنا بأن أنا لا أستطيع أن هو لم يكن خاصة. أنا أقول لا يعني. قلنا هذا؟ لا لا أنا أقول هذا. ما قلنا لا أستطيع. إحنا قلنا لا يوجد إلا ذاتي ومدركاتي، ومدركاتي هي الصور، كل ما أحظى به صور. هذه الصور أنا الذي أراه الآن صور. أنا أعيش مع هذه الصور اللي هي مدركاتي، اللي هي عبارة عن مدركاتي أنا. يعني أنا فقط أنا يعني لعل أنا ما استطعت أن أوضح ما أريد أقول. يعني قوله بأن أنا لا أستطيع أدرك الواقع الخارجي، فقط أدرك الصور، يعني هو كأن هناك إيمان مسبق بوجود خارجي لكن لا أستطيع الوصول إليه. هو يقول لا أستطيع إدراك الواقع الخارجي لتناقض الحواس، إذن ما في واقع خارجي. هو هذا إشكال عليه، سيأتي أن استدلاله بتناقض الحواس لا ينفي الواقع الخارجي، استدلاله بتناقض الحواس ينفي دقة اطلاعنا على الواقع الخارجي، لكن لا يحق له إنكار الواقع الخارجي. يمكن أن يقول لا أعلم الواقع الخارجي،
أو أن معلومتي عن الواقع الخارجي مشوشة. سيأتي النقاش في الشبهات المثاليين والرد عليها. يعني هو الصور ينظر لها بالخارج أم الصور يعني من الذي مفيد الصور هذا؟ الله. وهذا السؤال الثاني عن يعني السابع عن يعني الثالث. الله مفيد الصور. مفيد الصور الله يعني من الخارج يعني كأن. لا ليس الخارج، ما في شيء. هو يقول لك ما عندي شيء يؤكد وجود الخارج، لا يوجد خارج. هو هذا إشكال عليه، طفرة من عدم العلم إلى 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 إلى, إلى العلم بالعدم، إشكال عليه. لكن هو يقول لك أنا أعيش مع صور، هذا الذي الخارج صور، صور هذا هذا موجود في ذهني، هذا الذي أنت تراه الآن تلمسه، هذا بذهنك موجود في الحقيقة، لكن يتراءى لك أنه في شيء خارجي. ما في شيء خارجي، فأنا أعيش مع هذه الصور، أنا وصوري، أنت وصورك، هو وصوره. هاي يكون أوري عند أفلاطون يعني يقول مثلا هاي كل الذي نراه كلها في المثال يعني فقط استذكارا يعني. لكن أفلاطون يعتقد يعني بأن غدا أو بعد غدا كلها بالمثل عايش. المشكلة لكن أفلاطون يعتقد بوجود واقع خارجي اسمه المثل، وهذه ظلال لها. أما هذا صاحبنا لا يعتقد أصلا بوجود مثل يعني ليس بحقيقة، هذه هم عند أفلاطون ليس بحقيقة، هذا مثال يعني. كما قلت قبل قليل لها حظ من الوجود، لا يمكنها أفلاطون لها. أفلاطون مدرسة الحكماء الثلاثة تمتاز عن ديكارت. ديكارت كان ينكر المعرفة الحسية ويؤمن بالمعرفة العقلية، أما أرسطو وجماعته الحكماء الثلاثة يؤمنون بالمعرفة الحسية والعقلية معا. أحد امتيازات المدرسة العقلية الأوروبية عن المدرسة العقلية اليونانية، فيؤمنون بالواقع الخارجي حتى الحسي. بخلاف هذا صاحبنا هذا بيقول لك بس بصور، أنا يعني كل ما عندي هو أنا وصوري، يعني عم نشتغل مع صوري. إذا ننظر لمن كمال يعني الكمال الخارج أم العالم المثل يعني؟ الكمال العالم المثل طبعا. عالم المثل أكيد هذا الشيء. أكيد طبعا، لأن هو الأصل. نحن الآن هنا إذا بحثتكم تراجعوا يعني شيء متصل بهذا بعد من بداية المقالة الثانية، من بداية المقالة الثانية إلى صفحة 103، من بداية المقالة الثانية اللي هي الفلسفة والصفصطة أو الواقعية والمثالية إلى صفحة 103، طبعا باستثناء المتن. المتن بعد ما بدأنا به، المتن بعد الدرس القادم نبدأ إن شاء الله بالمتن اللي هو الموازنة بين الواقعية والمثالية ورد إشكاليات المثاليين. والحمد لله رب العالمين.